ماشي توافق الراي؟ نوافقه نوافقه. مبابي لاعب، شوف لاعب لازم يغير الاجواء، لان مبابي لو يكثر يلعب. حسين، من هو السبب في خساره باريس سان جيرمان اليوم قولا واحدا؟ لويس انريكي ام كيليان مبابي؟ نقول لك لا لويس انريكي لا كيليان مبابي. تواضع فريق البي اس جي هو اللي خلى يعني ظهور الوجه الشاحب للاعبي فريق البي اس جي هو اللي خلى. انا يعني علاش ما نقولوش قوه برشلونه اليوم؟ ليس قوه برشلونه، يعني تشوف انه برشلونه لم يكن قويا اليوم، ولكن بي اس جي هو الذي كان ضعيفا لما تشوف ما سمح للبرسا بالفوز. لما تشوف فريق البي اس جي كان فائز، فريق البرسا كان فائز 1-0، ثم البي اس جي عاود ولا في النتيجه وكان فائز 2-1. نعم. هنا يدل على ان ليس برشلونه اللي كان قوي. هنا نشوف ان فريق البي اس جي لم يكن عند حسن ظن يعني المدرب تاعه، ليس المدرب وليس كيليان مبابي. هناك مجموعه، هناك منظومه. لما كان ليونيل ميسي وكان نيمار وكانوا لاعبين كبار مع مبابي، لم تمشي يعني القاطره الاماميه لفريق البي اس جي. الان مبابي لوحده، هادو لاعبين كلهم، لو مبابي ما يجريش وحده، احنا كنا نتكلموا المشكل تاع ان ثلث لاعبين ما يدافعوش، اللي هو ميسي ونيمار ومبابي. الان الا مبابي ما يقدرش يولي، لكن هناك 9 لاعبين أو 8 لاعبين آخرين يقدروا يقوموا بالعملية الدفاعية ويخلوا مبابي إلا في الكرات. ما تشوفش أنه ضعف دفاع فريق باريس سان جيرمان ربما هو من تسبب بهذه الخسارة، ربما هو الحلقة الأضعف في الفريق؟ أنا بالنسبة لي الوسط الميدان، أنا الوسط الميدان كي شفت يعني فيتينيا وقدام من ناحية الدفاعية لم يكونوا يعني يتمركزون في الوقت المناسب والمكان المناسب، لأن فريق برشلونة لو تخلي له المساحات، لأن الاستحواذ وش يعتمد على المساحات، يعتمد على تغيير المناصب، يعتمد على يعني لاعبين اللي يتمتعوا بلا مركزية يغيرون من المناصب، وهذه لازم يكونوا لاعبين اللي تكون عندهم ردة فعل مع هاد اللاعبين. نعم. خاصة من التجربة تاع الدفاع، احنا متعودين نشوفوا حكيمي. حكيمي نعم. اليوم مش موجود في التشكيلة، ورافينيا هو اللي سجل هدفين، يعني حتما حتى اللي ما شافش المباراة وعنده إحصائيات يقول لك أنه الجهة اليمنى تاع فريق باريس سان جيرمان كان ضعيفة. هذه الأشياء ولكن ماركينيوس هو الذي لعب على الجهة اليمنى. ماركينيوس هو من اعتياد أنه يلعب في وسط الدفاع، يلعب على الجهة اليمنى. نعم. لكن لعب الجهة اليمنى بالنسبة لباريس سان جيرمان، والجهة اليسرى بالنسبة لبرشلونة. فكرنا فيها. لكن المدرب تاع باريس سان جيرمان في الشوط الثاني نظن أنه قراءته للقاء كانت خطأ، يعني أنت أنك تكون متفوق، يعني لكن سجل هدفين في أول دقيقتين. لماذا لا نقول هدفين؟ نعم، لماذا لا نقول أنه لويس انريكي قراءته للمباراة في الشوط الأول وطريقته في أو تعليماته هي التي أدت بفريق باريس سان جيرمان إلى الاستيقاظ من سباته في دقيقتين فقط، سجل هدفين بعدها ربما اللاعبون هم من لم يحسنوا الحفاظ على النتيجة في تسيير اللقاء بعد الهدفين. ماشي نتكلم لأنه هدفين جاءوا في وقت قصير. نعم. يعني بعد الهدفين أنك تسيير اللقاء أمام فريق برشلونة اللي كان منضبط تكتيكيا وواقف مليح فوق أرضية الميدان للحد من خطورة الفريق، وعارف بأنه فريق برشلونة ماهوش فريق اللي يعاود يرجع للخلف أو راح يرمي الكل في الكل. نعم. يعني طريقة تسييره للقاء كانت نوعا ما خطأ، وهذه الأشياء يعني المدرب نقوله نوعا ما يغامر في التغيير تاعه أو في أسلوب اللعب ولا، لكن وجد أمامه فريق عنده شخصية، فريق برشلونة اللي قدر أنه يقلب الموازين ويعود من تأخر إلى فوز. هل يستطيع باريس سان جيرمان أن يفوز على برشلونة في ملعب المونتجويك عفواً في لقاء العودة وحسم بطاقة التأهل في إسبانيا، أم أن برشلونة انتهى معه كل الأمر وحسم بطاقة التأهل بهذا الفوز الكبير في فرنسا؟ بهذا الأداء اللي يقدمه فريق البي اس جي ما عنده حتى فرصة يعني في الذهاب للدور المقبل. سوف تكون يعني المأمورية ليس سهلة بالنسبة لبرشلونة، لكن طريقة لعب برشلونة وطريقة الاستحواذ راح تكون يعني تساعد يعني فريق برشلونة باش يتخطى فريق البي اس جي. نعم. ليس انا نقول انه بعد بعودة حكيمي. نعم. يعني وتغيير طريقة واسلوب اللعب يعني. نعم. في مباراة يعني في مباراة العودة. نعم. على المدرب انه يعني ينوع من 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 اسلوب لعب طريقة لعب، لانه تذكر غير على مبابي يعني راهو مكشوف. نعم. لهذا قلت لك انه مفضوح الخطة يعني التي لعب بها اليوم، طريقة مفضوحة. فريق يعني عائب يلعب
الا على الجهه اللي لعبش الا على مبابي، لعب على ديمبيلي. ولكن قلت لك طريقه، لو تشوف ديمبيلي في الشوط الاول لمس الكره، تحدثنا على طريقه توظيف مبابي، كان من الافضل انك تخمم بطريقه مغايره تستحدث منصبا جديدا لمبابي حتى تفاجئ فريق برشلونه وتفاجئ. لكن لما تقول لي انت مبابي، مبابي سلبي اكثر منه ايجابي، يعني مبابي ماهوش لاعب اللي نقولوا احنا ريغلي اللي يعني اشخفو يدير دونجي. نعرفوا انه لاعب يكثر كثير من المراوغات، يحتفظ كثير بالكره، يكسر كثير من اللقطات، ولكن اللي تكون صعيبه هو يعملها. يعني احيانا يعمل لقطات اللي ما تكونش سنه فيهم. تتوقع ان باريس سان جيرمان سيقصى ام انه يستطيع ان يتاهل؟ ما ليس من السهل، ولكن يحدث امر على بالي بلي باريس سان جيرمان ليس هذا هو الوجه اللي حيضرب به في لقاءات العوده. لكن لويس انريكي ما يقدرش يغير كما تكلم امين. صح نقدر نقوله، لكن لاعب مبابي معروف انه يلعب على الجهه اليسرى، ما يقدرش يجي في مباراة مثل هذه ضد برشلونة يقول له تلعب يعني تسعة ونصف يعني وراء المهاجم أو مكان آخر، صعب. لأن يعني مثلا شاهدنا في مباراة الأمس ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، الجميع يعلم أنه فينيسيوس يلعب على الجهة اليسرى، رودريغو على الجهة اليمنى، ولكن المدرب فكر خارج الصندوق، فاجأ غوارديولا، وتلك المفاجأة أتت أكلها وتسببت بهدف لرودريغو. شاهدنا كيف لعب فينيسيوس ورودريغو في نفس الرواق، وشاهدنا أيضا في الكثير من اللقطات رودريغو على الجهة اليسرى وفينيسيوس على الجهة اليمنى، وشاهدنا في لقطات أخرى رودريغو وفينيسيوس في نفس الجهة اليمنى، وشاهدنا في لقطات أخرى فينيسيوس في وسط الميدان ورودريغو على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى. هذا المرونة المرونة الهجومية واللامركزية بين رودريغو وفينيسيوس أعطت بعض الثمار في مباراة الأمس. هذا ربما ما كنت أقصده حسين. الوقت داهمنا حسين، لا يمكننا أن نسترسل أكثر في الحديث عن مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة. الحسم سيتأهل إلى مباراة العودة على ملعب المونجويك سهرة الثلاثاء المقبل. المؤكد هو أنه برشلونة وضع قدما في الدور نصف النهائي. في المباراة الأخرى أتلتيكو مدريد فاز على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف. أتلتيكو مدريد فاجأ ضيفه ببداية قوية جدا وافتتح هدف السبق عن طريق لاعبه الأرجنتيني رودريغو دي بول منذ الدقيقة الرابعة. ربما هذا أخلط حسابات بوروسيا دورتموند. بعدها تلقى المارد الأصفر هدفا ثانيا في آخر 10 دقائق. استطاع بوروسيا دورتموند أن يسجل هدفا وحيدا لتنتهي المباراة بهدفين لهدف. والله المستوى الان صراحه ما نقدرش نتحكموا فيه. يعني بوروسيا تشوف المستوى تاعو في البطوله ومن بعد تشوفه في 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 رابطه ابطال اوروبا، يعني شيء مختلف. الان يعني كل فريق عنده خصوصياته. لما تشوف النتيجه يعني اكيد انه فريق بوروسيا ما يعني ماهوش يمر باحسن ايام، والدليل على النتيجه. يعني صراحه انا تفاجات بالمردود. هذه الاشياء نقدر نقولوا انه الفريق ما عليه الا انتظار مباراة العودة والعودة في النتيجة.